السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. بالعراق الكل يتحدث عن منصبي وزارة الثقافة ووزارة العدل، الجميع مشغول بهالمنصبين، لكن الجانب الآخر إذا ينظر شوي لقدام أكو أزمة متجددة دا تنعاد كل سنة، ويا ما يحل الصيف أو الشتاء تجينا الأزمة. بما أنه إحنا دخلنا للشتاء، بدأت من الآن عواصف سواء كانت ترابية، مطرية، رعدية، باردة، غير الأمطار. نتحدث عن مخيمات النازحين اليوم، برغم عودة كثير من النازحين، عودة يعني كمية لا بأس بها، عدد لا بأس به، إلا أنه ما زالت الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 1.5 مليون نازح. يعني مخيمات النزوح وبهذه الفترة والمطر والرعد تكون بها المشاكل كبيرة. بعد تحرير المدن، مرور أكثر من سنة على إخراج داعش، بقت المدن على حالها، لا خدمات، لا إعادة بناء للمنازل، لا تعويضات، لا مساعدة للنازحين، اللي رجع واللي بقى من يرجع يصطدم بحجم الدمار وشح المياه وانقطاع الكهرباء وغياب مصادر الرزق. هواية عوائل فقدت المعيل، تراجع مستوى الخدمات الصحية، ماكو تخصيص أموال لإعادة إعمار تلك المدن، رغم حكوا هواية بالموضوع لكن كله كان كلام فقط، ماكو لا بموازنة العام الحالي ولا بمسودة مشروع موازنة العام المقبل. هذا يعني بقاء أزمة النازحين والمخيمات مرة أخرى لسنة أخرى، ربما تمتد لأكثر من 2020-2021. يعني مخيمات لو مبنية بحيطان هم كانت هالكت وما صمدت أمام الرياح والعواصف والأمطار. المخيمات عبارة عن شادر من القماش، صار لسنتين إذا مو أكثر تقاوم الظروف الجوية، وقسم منها اهترى وخرب وما عاد يقدر يقاوم شدة العواصف. شفنا هواية فيديوهات وصور لخيم طارت بالهواء، انقلعت من مكانها. المشكلة أن الوزراء الجدد استلموا المناصب، طبعا مو كل الوزراء، ما زال هناك عدم اتفاق على أسماء وزراء آخرين. كل تأخير مو بصالح المواطنين ولا بصالح النازحين ولا أطفالهم، لأنه يعانون بشكل مستمر وعلى أكثر من صعيد. أكو من فقد أبوه، أخوه، أمه، أكو أطفال تيتموا وما عندهم معيل، أكو أرامل، مرضى، مسنين. ورغم هذا كله أكو نقص كبير بالأدوية والعلاجات ومستلزمات التدفئة. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، بإمكانكم أن تشاركونا عبر الأرقام اللي تظهر باستمرار أسفل شاشتنا. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجعكم إليكم. ما أن تم الإعلان عن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى لاقى اعتراضات عديدة. كنا نتمنى أنه المنهاج الوزاري يتطرق بشكل تفصيلي للمناطق المحررة. اليوم هذه المناطق تحتاج إلى أعمار، أكثر من 15,000 وحدة سكنية في الموصل اليوم مدمرة بالكامل. وضع برنامج للكشف عن المغيبين والمفقودين وإعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بجدية بيد الدولة. سوف نطلب من السيد رئيس الوزراء من هي الجهات التي وضعت معايير تشكيل الكابينة الوزارية. نتحفظ على عدم إعطاء فقرة خاصة عن الأقليات خاصة. اطلعنا على المنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس الوزراء المكلف الدكتور عادل عبد المهدي، ووجدنا أن هذا المنهاج يختلف في أسلوب كتابته وتناوله للموضوعات الحيوية. نرجع إلى ملف النازحين والمدن المدمرة اللي ما تم إعادة إعمارها بالشكل الصحيح، وموازنات السنوات الماضية والحالية ما تخصص منها أي أموال لإعادة إعمار هاي المناطق المدمرة وإعادة تأهيل بناها التحتية وكذلك تعزيز كرامة المواطن في هذه المناطق. ففي محافظة الأنبار أكو 6 مخيمات شبيرة وما انتهت معاناة الأسر النازحة بيها، رغم انتهاء العمليات العسكرية في مناطقهم ووعود الحكومة المحلية بضرورة عودتهم لديارهم المدمرة جراء
العمليات العسكرية، ومنها مخيم بزيبز، مخيم العامرية، ومخيم الخالدية والحبانية، ومخيم الكيلو 18 بالرمادي، إضافة إلى قلة المدارس اللي تم افتتاحها بالمخيمات وزخم الطلبة داخل الصفوف واللي هي عبارة عن كرفانات، وانتشار الأمراض المعدية والجلدية مثل القمل وحبة بغداد والأمراض الأخرى مثل الجرب، وكل هذا مع عدم وجود الأدوية والعلاجات المناسبة لهم بالمركز الصحي اللي هو شبه فارغ من الأطباء والأدوية. مئات الأسر لحد الآن ما استلمت منحة المليون دينار ولا المبالغ السابقة اللي خصصت لهم كنازحين، وكثرة وعود المسؤولين بالأنبار والموصل وبقية المحافظات الأخرى بالعودة القريبة إلى بيوتهم، ولكن اللي تحقق هو جزء بسيط من كم الوعود الهواية، وخصوصا في موضوع دفع التعويضات المالية. أكثر من 3 سنوات على أزمة العوائل النازحة اللي ما حلت لحد الآن، وما زال أكو 6 مخيمات بالأنبار فقط، مع وجود آلاف من الأسر النازحة في مخيمات بغداد ودهوك، واللي تضم عوائل من الأنبار والموصل وتكريت في ظروف أقل ما نوصفها نقول عليها قاسية. يرافق كل ذلك قلة المساعدات الغذائية وانعدام الدعم الحكومي وفقدان المبالغ اللي كان يمتلكها النازح، وهذا أدى إلى صعوبة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية اللي يحتاجوها ومستلزمات التدفئة والفرش. وهذا الأمر فاقم أزمة النازحين بالمخيمات بسبب الدمار الكبير اللي لحق بالمناطق اللي تضررت واللي شهدت عمليات عسكرية. ضيف إلها انعدام التخصيصات المالية لإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم الأسر النازحة وتشجيعهم على العودة وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، علما أنه هناك إحصائيات أولية تشير إلى أنه عدد العوائل النازحة في مخيمات الأنبار 10,000 عائلة، يقدر عددهم الإجمالي ب50,000 شخص، وهاي الأعداد تتطلب جهود حكومية ودولية لتوفير ما يحتاجون من مواد إغاثية ومشتقات نفطية ومواد غذائية مستمرة، متجاهل للأموال اللي يفترض أن تخصص إلهم، وإحنا دخلنا برجلنا اليمين على الشتاء البارد والفساد مستمر. كل هاي المعاناة والبرنامج الحكومي دا يقول برد ورياح ومطر يتكتك على خيم النازحين. على الشباك وموقد خشب مشتعل وبماني وياه. طبعا معاناة العوائل الأنبارية النازحة ما انتهت بمخيمات النازحين بمحافظة الأنبار وبدهوك أيضا شمال العراق، رغم انتهاء العمليات العسكرية بمناطقهم واللي دمرت بشكل كبير نتيجة القصف المستمر، ورغم الظروف المعيشية الصعبة اللي تعيشها العوائل النازحة بمخيمات الخالدية والحبانية وعامرية الفلوجة بالأنبار، مخيم داودية بمحافظة توك الجبلية واللي تشهد موجات ثلوج وطقس بارد مع نقص المواد الغذائية ونقص الوقود لتشغيل وسائل التدفئة داخل خيام النازحين. رواء من الأنبار، مرحبا رواء. ألو أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ محمد، أنا أسف عن الخوذي. بس نصينا التلفزيون لو سمحتي. نص التلفزيون صارت له سنين، يعني أخذوهم ما ندري عنهم أي شيء. زين. وطلب من عندنا فايلات، قالهم رواء اسمعيني من التلفون. قلناهم وصارت رواء اسمعيني من التلفون، نصيل التلفزيون. طب من عندنا فايلات وسويناها ونطيناها وقالت عندكم الجواب، وهذا اليوم ما رجعوا لنا جواب، صار لهم 3 سنين اخذوها. زين، منو معتقل عندكم؟ اخوتي 4 وابوي الخامس وعمي. زين، وانتم ما عندكم اي معلومات وين اخذوهم؟ منو الجهه اللي اخذتهم؟ اي معلومه ما عندنا، لا صارنا 3 سنين ما ندري عنها. طيب شكرا يا رواء. ابو عبد الله من صلاح الدين، مرحبا ابو عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الساده العزيز، انا ابو عبد الله نازح في اقليم كردستان، حاليا نعم. ساكن بالمخيمات. زين، احكي لنا وضعك ابو عبد الله. يعني اطلب من الحكومه المحليه والمركزيه ينظرون على ابناء النازحين. زين. في اقليم كردستان حاليا البرد جانا وجانا الهواء، ويعني والمعيشة صعبة يا أستاذ العزيز، خلي ينظرون سيد المحافظ صلاح الدين، الأعضاء المجلس،
الحكومة المركزية والمحلية أبو عبد ما ينظرون على أنا مو عراقي أبو عبد أنا عراقي يعني مو تقول أنا من قردولة أنا عراقي من حقي أنا طالب الحكومة مالتنا أبو عبد مو الحكومة المحلية تقول إحنا دا نروح لهم دا نشوف شنو طلباتهم اللي دا نقدر عليه دا نسويه أستاذ العزيز اسمعني أستاذ العزيز يكذبون يقول احنا جاي نراجع المخيمات كذب ساكت طال 5 سنوات طال المخيم جاب السيد المحافظ ابو مازن الزعيم ابو مازن جيه ساعة جي بس شاف المخيم وراح لا جاب لنا مساعدة زيارة سريعة كان بس على شغلة الانتخابات جي علموا شغلة الانتخابات وراح وما ينظر على أبناء النازحين قاعدين بالمخيمات وجان البلد وضيم الظلايم أستاذ العزيز ليش ما ينظرون علينا يعني مو عراقي يعني شنو من حق يعني شلون عايشين أنتم أبو عبد الله يعني من كل شيء شلون عايشين يعني على مساعدات دا تشتغل لو شلون أستاذ العزيز مساعدات ماكو المساعدات جا تجي من كل الدول جا تجينا فنربع ما جتنا مساعدات ولا جانا نفط احنا نطلب من السيد المحافظ خليه يريد احنا نطالب بين يدزلنا نفط للمخيمات جانا البرد ونفط ما عندنا وصوبات ماكو وحال الضيم حال الاستاذ العزيز واحنا نطلب من الحكومه مالتنا يعني ما جانا نطالب بغير حكومه جاي نطالب شكرا يا ابو عبد ابو عمر من الموصل مرحبا ابو عمر السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ العزيز أنا نازح داخل الموصل داخل الموصل نازح يعني مستأجر يعني بغير منطقة قفت المخيم وجيت أي يعني أستاذ العزيز احنا عايشين على المنظمات الدولية بس زين يعني على المنظمات تنطى المنظمة عايشين ما تنطي ما نعيش ماكو زين يعني ماكو شغل يمكم أبو عمر على أساس المنحة 2019 أي ماكو شغل يمكم أبو يعني عمر يعني ما تقدر تدبر نفسك مثلا تشتغل لك شغله تساعدك يعني البيت لحتى الان لحد الان احنا يعني بيتنا خارج الموصل اي يعني البيت مهدم انا صرح قاعده بالبيت انا شلدي بالبيت كل شيء ما عندي البيت مهدم الاثاث ماكو يعني كل شيء اخترق عندنا زين واحنا نعمل من هاي الحكومه الجديده انه تراعي ظروف النازحين خلي ينطونا هاي المنحه لا من جيبهم خلي ينطونا اياها خلي العالم تعيش اشكرك يا ابو عمر طبعا ايضا من مأساة النزوح ما رافقها من اعتقالات كما ذكرت أختنا رواء من الأنبار اعتقالات صارت بالجملة أثناء النزوح يأخذهم بدون أي سبب انخطفوا هنا هواية ناس أهلهم دا يطالبون بهم نترجى أنه الحكومة الجديدة يكون عندها مخطط أو يعني تشتغل بشكل صحيح حتى طلع الناس البريئة من السجون اللي دخلوها بدون أي ذنب ارتكبه تخبط الحكومات المحلية والمركزية السابقة هذا زاد من التراكمات الحالية اللي انضافت على الحكومة الجديدة عدم معرفتهم بطرق إدارة الدولة والمؤسسات وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي هذا كله أدى إلى تأخير عودة النازحين لمناطقهم اللي ما تأهلت من الدمار وما تأمن بها أي شيء إضافة إلى المخلفات الحربية. أنور من صلاح الدين مرحبا أنور عليكم السلام عليكم السلام تفضل أنور أستاذ عندي مناشدة من خلال من قناة فلوجة أي مناشدة إلى محافظ صلاح الدين الأستاذ عمار جبر نعم شنو المناشدة تفضل عندنا إحنا صار لنا تقريبا سنة من رجعنا إلى ناحية يثرب زين إحنا كنا نازحين صار لنا تقريبا 4 سنوات زين ايه رجعنا هنا خدمات ايه؟ استاذ موجوده ايه شو تناشده شو تقول له انوار بيوت ما شاء الله يعني زينه منطقه تثرب يعني تقريبا صار لي 4 سنين ساكن مخيم عربد بس سليماني زين انوار انت تتناشد المحافظ شو تريد منه شو تقول له اناشد المحافظ يغلق المخيمات السليمانيه استاذ يعني مخيمات السليمانيه شكو يعني والمناطق محرره ومناطق امنه وخدمات بيها وكهرباء بيها وكامله يعني شو كل شيء المخيمات ليش فاتحه والحكومة جاي تصرف عليها وجاي الناس تناشد كل حشاك ماكو شيء يعني بالمخيمات احنا مناطق مفتوحة ارجع المنطقة زين. في بيتي يعني انور انت برأيك انه خلي الناس ترجع لمناطقها وبدل ما يصرفون هاي الفلوس على النازحين خلي يصرفوها بنفس المناطق اي نعم استاذ نعم على راس استاذ احنا مناطقنا محررة وقاعدين بالبيوت هاي صار اني اني صار لي تقريبا سنة من رجعت زين. يعني منطقة امنة وكهرباء ومي الحمد لله ان شاء الله دوم كاملة يعني ما محتاجين شيء ان شاء الله دوم يا انور شكرا لك خلينا نروح لمحافظة الأنبار تحديدا لمخيم الأبيض ومعاناة النازحين
اللي يفتقدون لأبسط الخدمات، إضافة إلى نقص وسائل التدفئة والأمان وغياب الخطط لإعادتهم لمنازلهم. هاي أولا مو خدمية، أي عاصفة يعني حتى لو عاصفة يعني قد مو قوية حيل تقع الخيم. والشغلة الثانية الخيم هاي خطرة سريعة الاشتعال، يعني 10 ثواني كشمت الجمل، وتوفت عندي عائلة كاملة 5 نفرات وما حد حرك ساكن. أداء الهجرة يجيبوا لي خيم أو الهجرة الدولية ترفضها اليو ان اتش سي ار تقول هذا مخيمي، يعني هي المنظمات بيناتها. صار لي سنة ونصين لا خيمة بدلون، المنظمات تجي يفترون، المخيم الأبيض خاص نص كلية 31 مخيم، هو المخيم هذا ما يجونه. الخيم هاي أغرقنا، يعني وقعت فوق أطفالنا، طلعنا أطفالنا من جوا الخيم ونوقفهم، تجي هبة هواء تقطع الحبال، نقولهم يابا بدلونا الخيم، يقول والله هاي الخيم هي من البداية لكم، ما مستحقين الخيم هذيش المقوسة. معنا عمر من ديالى، مرحبا عمر. عمر السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام، حياك الله عمر، تفضل. تحية لك وإلى كل مشاهدي قناة الفلوجة. حياك الله، تفضل عمر. أنا باك استاذ محمد، بالنسبة لنا والله العظيم صار لنا 5 سنوات احنا ناصحين بالسليمانية. زين. أنا هسه من أخ أنور يقول السليمانية أخصائي يرجعون. ايه زين، والله العظيم ماكو امل من هاي الحكومه، بس انا بس اريد اقدم نصيحه للحكومه قد تحضر بلاغات لان جاي الطرق زين. زين عمر يعني انور مو يقول احنا رجعنا وامان وكهرباء وغاز وكل شيء اكو. والله استاذ رحمه على والدي، خش انت استاذ محمد، انت ابن العراق وتعرف العراق. يا متصل الطفل ما عاد بس ما أنا ما أقدر، يعني هذا رأيي بالنهاية، يعني أخو ما أجبره أقول له لا هذا غلط. أنا أحترم رأيه في حياتي له وإلك ولا كل مشاهدك. الله يحفظك. إيه فما أقدر، يعني هو الحكومة يا سوانا المالك سوانا العبادي سوانا، يعني سوانا إيش قدموا للشعب؟ شو مطر ذاك اليوم مطر الشعب قرق. أي بغداد غرقت، المحافظات كلها غرقت. زين. بس حارين زين. يعني هسه أنتوا نازحين تتأملون من الحكومة الجديدة إنه تسوي لكم صورة والله حل. ما أبد منا. أبد والله أنا أعطي. زين. أوزع للشعب زيت خطايا غسول إنتم بزيت عفوا الزاهم من طيب شكرا لك يا عمر، شكرا لمشاركتك. يعني صفقات سياسية وتدخلات خارجية في إبقاء العوائل العراقية بالمخيمات، هذا فضلا عن وجود جهات حكومية تضغط لإبقاء حال الأسر النازحة على حالهم للاستفادة من مشاريع ومنح دولية اللي تنسرق منها أموال العوائل المنكوبة والمشردة في خيام أقل ما توصف بأنها خيام ذل ومهانة على أهلها أصبحت، هذا كما ذكر الكثير من الناشطين في حقوق الإنسان. ظروف العيش في هذا المخيم البارد، ظروف العيش في المخيمات بشكل عام وخاصة مثلا مخيم الحبانية وغيره، لأنه قريب من البحيرة، وجود صحراء شاسعة جوانب المخيم، هذا أدى إلى جفاف الأرض وجفاف أجسام، حتى الناس جفت أجسامها لأنه الكثير من الغذاء والماء نفذ عندهم. صعوبة الحصول على الماء الصالح للشرب وإهمال الحكومة في توفير أبسط مقومات العيش الكريم للمواطن النازح. صاحب من السليمانية، مرحبا صاحب. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ حياك الله، تفضل.
والله جناشد المحافظ صلاح الدين. اي ابو مازن. اي الزعيم. اي شو تناشده؟ على مود الرجعه يعني، هسه اجانا الشتاء وجانا الهواء، ويعني لو شوف يعني هسه عن الهواء بالسليمانيه هسه حاليا يعني زين، يعني صحيح يا اخي زينه، بس الهواء ماك ما عندك مجال تقعد يعني. طيب الحينه ماكو يعني الهواء. طيب صاحب صاحب انت سميته الزعيم، زين الزعيم موجود يمكم، اجاكم زاركم، قال شو محتاجين ما محتاجين؟ سنه ما دارنا. زين جانا مره واحده وقال إيه؟ تقشرون ان شاء الله، وهاي صار بس انا هنا يعني من راح من يمنه بعد الحد الان ما لا اجى ولا بس جاي اجى المحافظ شو اسمه جاي اجى العفو المعاون مالته وما اجى. ايه طيب شكرا يا صاحب، شكرا لمشاركتك ويانا من السليمانيه. انتشار الامراض بالمخيمات اصبح شيء طبيعي وعادي، أمراض الجرب، الحساسية، حبة بغداد اللي انتشرت بين الأطفال والنساء، وهذا كله بسبب تلوث التربة وخيام النازحين وصعوبة الاغتسال اليومي، لأنه هناك نقص كبير بتوفير الوقود اللي يأمن لهم المي الساخن. المواد الغذائية اللي توزع على عوائل المخيم النازحة قليلة جدا، هناك سرقات في حصة الوقود من النفط اللي خصص لهم، المفروض خصص من جهات مانحة وجهات دولية وجهات أجنبية، ما وصل منها إلا القليل. الكميات المتبقية تحولت إلى حسابات وأرصدة بعض المسؤولين وشخصيات معروفة، وترك النازح بين مرضة والعوز والحرمان. هذا كله كما ذكر الكثير من الناشطين في مجال حقوق الإنسان. أبو شيماء من الموصل، مرحبا أبو شيماء. حياك الله سيد محمد، شلونك؟ حياك الله أبو شيماء، شلون صحتك؟ حياك الله. استاذ محمد انا موظف بدائره معنى نينوى. اي. تخيل المدخر مالنا هذا صار لنا 4 سنوات ما استلمنا مدخر نهائيا ابدا. ما استلمتم مدخر؟ اي. زين. والراجع المدير والراجع والحسابات والحسابات كلها كذب كذب وعود كاذبه. زين. كل شهر يقول لنا هالشهر، كل شهر يقول سلموا جماعة ترني رادوهم. زين. وإحنا ضمان الموظفين الباقيين الفقراء ضمان ما حد يراجع لنا أبدا. طيب يعني أكو ناس دفعت واستلمت حصتها لو شلون؟ نعم استلموا وجبتين، استلمت الدائرة سلمت وجبتين. إيه تتوقع أكو ناس يعني تنطي ناس وناس لو هي هيك جاية من بغداد؟ لا والله كان هم مشون اسماء مشوها وظلت اسماء احنا ما مشونا. زين من رحتوا عليهم شو يقولوا لكم؟ ليش ما انطوكم؟ ليش انطوا غيركم؟ والله سيد محمد انا اسبوعيا اراجعهم. ماكو شيء. اي والله كل شيء ماكو نهائيا، كل اسبوع اراجعهم وكل اسبوع ينطونا وعد شكل. مالش قد سنه ابو شيماء؟ مالش قد سنه مدخره؟ 2015. يعني تقريبا 3 سنين. 3 سنين نعم وشوية. سنوات. اي. ما استلمتوا. واحنا عن طريقك اللي نتناشد وزير المالية، نتناشد السيد المحافظ، والله المحافظ ما يخلي قصرة، ما يخلي قصرة محافظ نينوى وما يخلي قصرة، ولكن ما بنقدر نصل لعنده. زين. ان شاء الله من خلال هاي مناشدتك يا ابو شيماء يسمعك المحافظ، هو عنده طلعات حلوه لما يروح يراجع ويحكي بموضوع الناس واللي جايين يراجعون على الدوائر. انا اشكرك يا ابو شيماء، يعني كثيرا ما يروحون يلقون المحافظ موجود ويمشي الدائره بشكل صحيح. احنا نتمنى من خلال هاي مناشدتك يسمعك المحافظ ويروح على الدائره ويعرف الاسباب اللي جاي تمنع الموظفين من اعطائك لحقك. شكرا لك يا ابو شيماء. الامطار اللي هي المفروض نعمه للناس تصير نقمه على النازحين والعائدين الى مدنهم المستعاده في ظل الظروف الصعبه اللي يعيشوها. مخيمات النازحين تفتقر لابسط مقومات الحياه، المدن المستعاده من قبل الحكومه ليست بافضل حالا، ايضا تعاني من الدمار والخراب وانعدام الخدمات مع الاهمال والفساد الحكومي الكبير اللي دا تلاقيه. حصيلة ضحايا الأمطار بلغت 5 قتلى، 3 منهم نازحين،
واثنين من أهالي المدن، صارت بسبب تماس كهربائي من عمود لآخر وتهدم سقف منزل طيني أيضا على رؤوس ساكني، فتصير هواية مشاكل داخل المناطق اللي تصير بها مطر، وأكو هناك يعني احتمالية زيادة الضحايا وخصوصا في المخيمات اللي تغرق بشكل مستمر. الأشهر الماضية شهدت فتور بالاهتمام بقضية النازحين من الحكومة، خصوصا بعد انتهاء الانتخابات وانتفاء الحاجة إلى أصواتهم، بعد ما يحتاجون خلص راح المخيم حكوية قنعهم طاهم بطانية وما أعرف إيش، بس خلصت الانتخابات نسوا النازحين. صادق من الأنبار، مرحبا صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا صادق. أقول لك أستاذ، عندي معتقل. أي. والبارحة ألقوا عفو عام قاعد يفصلون بيه تفاصيله، بس أريد إذا بتنفي التنفيذ صحيح يا أما هاي بس روتين على الإعلام. زين، عندك معتقل وين صادق؟ والله بالتسفيرات الأنبار. تسفيرات شنو؟ من 12/6/2016 لحد الآن هو بالسجن. زين، ليش مسجون؟ والله التهمة باطلة وارتكبوا عليه يعني مرتكبين عليه تهمة، وإلى الآن من 2016 إلى الآن يعني تقريبا صار له سنتين وشوية معتقل. اي نعم. ومحكوم له بدون حكم. بدون حكم لحد الآن. بدون حكم. بس أريد تالي العفو، شنو يعني أسبابه لحد الآن متوقف. زين. حكم تفاصيله شيء. زين. شكرا يا صادق. العفو هو المفروض ما متوقف، المفروض ماشي بشكل طبيعي، لكن تجي على الحقيقة منو اللي دينفذ هذا العفو؟ على من ينطبق هذا العفو؟ ليش مثلا يمشي بمنطقة ومنطقة في محل ومحل ما يمشي؟ يعني ليش فلان ضابط أو فلان مسؤول سجن يمشي وفلان مسؤول ما يمشي؟ هذا الإهمال والكركبة خلينا نقول بتنفيذ القرارات، يعني لازم يقول حل خاصة باللي عندهم عفو عام. خلينا نروح أيضا لمحافظة الأنبار، وهناك آمال بتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية وإيجاد أماكن سكن للنازحين وتوفير فرص عمل. نتمنى من الحكومة الجديدة أن تنظر نظرة جدية لمحافظة الأنبار، لأن محافظة الأنبار تعتبر محافظة منكوبة، أعلنت عنها أنه الدول أنه محافظة الأنبار اعتبرت أنه محافظة منكوبة، فنتمنى من الحكومة هاي حكومتنا الجديدة أن تنظر إليها تعيد عمارها، لأن أغلب المناطق مهدمة، أغلب الدور السكنية مهدمة، عندك الشوارع منتهية، أيضا عندك البنيات التحتية مهدمة بشبه كامل. محاسبة الفاسدين ومن يقف خلفهم، يعني تكون هناك آلية أو لمحاسبة الفاسدين، ليس محاسبة الفقير، وإنما حتى من يقف وراءه هذه أي حزب كان. إحنا نريد تغيير جذري، ونريد أيضا وزراء وحكومة تكنوقراط فعلية مستقلة تعالج المشاكل، تضع الحلول، تضع خطط مستقبلية لمستقبل العراق. خلونا مشاهدينا الكرام ناخذ الاخبار المتفرقه بحلقه هذا اليوم. اول خبر هو النزاهه تصدر قرارا بمنع سفر مدير هيئه الاستثمار بالبصره. قضايا فساد ومخالفات قانونيه تلاحق علي جاسم مدير هيئه الاستثمار بالبصره بحسب هيئه النزاهه، بينما فتح محافظ البصره باب الترشيح
لهذا المنصب ومنع علي من السفر خارج البلاد حتى انتهاء التحقيقات. الخبر الآخر، والقوات الأمنية العراقية تمنع السكان سكان أحد أحياء كركوك من الخروج من منازلهم. القوات الأمنية العراقية طوقت حي شورجة بكركوك وبدأت حملة تفتيش من دار الدار ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم. حتى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك قال إنه سبب عملية التفتيش هذه وبهذه الطريقة غير معروف، وأضاف إنه القوات تدعي أنها تبحث عن أسلحة غير مرخصة وعن مطلوبين. الخبر الثالث، هو مجموعة من الشباب المتطوعين يقومون بترميم مدارس قضاء بنجوين. الشباب وتطوعهم لبناء وإعادة أعمال المدارس مستمر، وراح يذكرها التاريخ حتما، راح يذكر أن الحكومة أهملت أجيال وحقهم بالتعليم، بينما الناس والمتطوعين هم اللي قاموا بهذا الواجب. مدارس قضاء بنجوين أنفقوا عليها حتى الآن 30,000 دولار أمريكي من أجل ترميم المدارس. رئيس مجموعة الشباب المتطوعين بهزاد إبراهيم قال شكلنا هذا التجمع من سنتين وإحنا نجمع تبرعات من المحسنين وأصحاب رؤوس الأموال اللي يدعمون مجموعتنا حتى نرمم هاي المدارس. الخبر الآخر، هو مواطنون يثنون على جهود دائرة الدفاع المدني في الفلوجة لإنقاذها لعائلة. مقطع فيديو وثق لحظة إخماد أبطال في الدفاع المدني، كما أطلق عليهم المواطنين بسبب سرعة استجابتهم لوجود حريق في إحدى المركبات، وهذا خلاهم يتوجهون لموقع الحادث بالسرعة المطلوبة وفي الوقت المناسب لينقذوا حياة العائلة من موت محتم. كل الشكر والتقدير لكل من يعمل بإخلاص في هذا البلد. خلينا نتابع الفيديو. طفوها خلال ثواني وصلت سيارة الإطفاء إلى السيارة المحروقة وتم إطفائها. شكر وتقدير لدائرة إطفاء الفلوجة. من معنا؟ أبو عمار من فلوجة. مرحبا أبو عمار. أهلا بيك أم عمار. تفضل يا أم عمار. أنا أسأل عن المفقودين. أي انفقدوا؟ منو عندك مفقود؟ بنتي الخامس. أي انفقدوا بالنزوح أم عمار؟ أخوتي ولد أخوتي 9. الله أكبر. أخذاهم والله أخذاهم من السفر، وهاي صار 3 سنين ما نعرف عنهم كل شيء. زين، هاي بالنزوح أخذوهم مو معمار؟ كل شيء نارد من الحكومة، ريتهم بس يتابعونا الموضوع مال المفقودين. إي والله هسه أنا قاعدين بدالة كنا بس إحنا والبنوات وسوينا فايلات وجزيناها من الحكومة. زين، أكو تجاوب من الحكومة المركزية من الحكومة المحلية؟ أكو تجاوب؟ أحد يرد عليكم يقول لكم ولدكم نعرفهم وين؟ أنا بدي عداني والبنواتي، ودي 4 والزبك الخامس وأخوتي ولد أخوتي 9. أخذوهم من السفر ونحب الآن هاي 3 سنين ما نعرف عنهم كل شيء. أبداً. أي والله يا أستاذ محمد. الله يعينكم، الله يعينكم يا عمار. يعني هاي المأساة اللي رافقت النزوح ربما تضيف أضعاف من الألم للأهالي، يعني بسبب فقدانهم أهلهم ناسهم آباء أبناء بدون أي سبب واضح، أخذوهم من البيت وطلعوا. واحد من النازحين يقول ابنه توفى العام الماضي نتيجة لمسة لباب المنزل الخارجي، وكان هذا الباب مكهرب لأنه سقط عليه السلك انقطع بسبب المطر. كانت ردة الفعل قوية، سقط إلى الخلف وارتطم رأسه بالرصيف بقوة وتوفى. مواطن من الموصل يقول تمكنت من إيجاد حل يقي أفراد الأسرة من البلل إذا فات المي عليهم، مي المطر. سوى شقوق بأسقف الغرف والطابق العلوي وغرق الطابق السفلي، يعني سكنوا بطابق واحد. عائلة أخرى مكونة من رجل وزوجته وثلاث بنات وولدين خلوا خيمة داخل إحدى الغرف بالطابق العلوي وقعدوا داخلها حتى يتوقف المطر. جاسم من بغداد، مرحبا جاسم. أوي. حياك الله جاسم، تفضل. شلونك عيني أستاذ محمد؟ حياك الله، تفضل جاسم.
استاذ محمد رحمه على والديك احنا الاسرى ولا هذا مو موضوع مال الكويت. ايه انا مضروب ببطني وطوني كتاب مصيري بالاحمر بزمن من جيت من الاسير شققوا بابا غريب وذبوا الكتاب مالي زين. اي ولا راتب ولا عندي وزاني مسوي عمليه ببطني من هذاك الوقت لهذا يعني وقتها. جاسم يعني انت من حرب الكويت انت شنت اسير؟ ايه زين وين تاثرت؟ تاثرت بالمطار مال احمد جابر الصباح. زين وش قد بقيت هناك؟ 14. والله بقيت بالشهرين 3 شهور وجيت اخير وجبه. زين. اي ورجع اجي يدزوني على الرعايه الاجتماعيه، سجلت طيب. ثاني بهذا الحادث يدزوني على المحافظه، المحافظه الكتاب مالي هسه موجود بالمحافظه والله حتى فلوس ما ظلت عندي. زين. اروح وارجع ارجع أي. للرعايه الاجتماعيه يقولوا لي على المحافظه. زين ايش يعتبروك انت المفروض جاسم يعني من تروح تراجع يعتبروك من شنو؟ من اسرى حرب؟ يعتبروك متضرر شنو؟ والله كل شيء ماكو والله بس اروح وارجع واسمي موجود ورقم الصليب مالي موجود بالصليب الاحمر ربعنا كله متاخذ بالدول كله موجود اسمك وكل شيء كل شيء مثبت بس ما دا ينطوك. اي رقمي موجود احنا جماعه زين. الاسرى مال الكويت. زين تتوقع جاسم يعني تتوقع انه هم صدق ما جاي يصرفون لو دا يصرفون واحد دا ياخذها؟ والله يا استاذ ما ادري احنا بس الله يدري يعني نشوف يوم حلقه تسوونا خاصه نريد نعرف نفسنا ان لو ما بدل ما يدزون على الرعايه الاجتماعيه يعطونا حقنا على الرعايه الاجتماعيه احنا جماعه الاسرى وان طيب. شاء الله يحب المحسنين بها شيء موضوع هذا استاذ لا ابدا لا الحلقة. بالعكس بالعكس يعني نروح للاسير يقول لك اسمك موجود ورقمك موجود يعني مو موجود يوم محبوب وشغله منظمه وحلوه رقمنا موجود ورقم الاسر مالنا موجود. زين انا بربك يعني احنا ليش يعني من دون يعني من الربع جماعه زين اللي راجع انتوا جاسم انتوا كم واحد يعني تقريبا اللي مدى تستلمون؟ والله ما ادري والله ما اعرف انه الضباط اللي ويانا ياخذون الضباط او بالاسير ياخذون بس احنا ليش يعني احنا ما يعني من نسين حرب مال ايران الله ما جعلنا شهداء نستشهد او نتبتر طبعا نجي الكويت سلمنا الجمل وما عمل تعبنا مثل ما قال سلمنا الاسلاح والهذا وسلمنا تعبنا من رجعونا حسبونا خونا نظام السابق هسه جينا لا كل شيء ما عوضونا ولا انطونا ما عوضوكم يعني سوونا فتح حل يسوونا فتح حل ان شاء الله ان شاء الله توصل رسالتك يا جاسم. شكرا لمشاركتك ويانا من بغداد. القدرة المادية ما تعين أغلب النازحين العائدين إلى مناطقهم حتى يشتغلون بمنازلهم يصلحوها يعمروها. أكو بعض المنازل بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد وهذا يجعل الكثير يضطر إلى السكن داخل أنقاض المنازل المدمرة ويقول هذا الحال أحسن من المخيمات اللي رحنا إلها سابقا وربما أحسن من غالبية البيوت بمنطقتنا بالساحل الأيمن أو باقي المناطق اللي تهدمت بشكل كبير. المعارك تسببت بتخسف سقوف وجدران المنازل وأغلب المناطق أغلب المنازل مهدمة كليا أو جزئيا. أبو محمد من بغداد مرحبا أبو محمد. ألو حياك الله أبو محمد تفضل. من العظمية تفضل يا ابو محمد حياك الله. الله يسعدك ابو جاسم عيني. كل الهلا ابو محمد تفضل. عندي بعض الملاحظات على قناه الفلوجه. اي الله يخليك ابو محمد. أي. هو السعودي التاسع كان قبل ليش ما ترجعوا انتم؟ زين انور الحمداني كان احنا نقعد بس عليه. زين اي ابو محمد ابو محمد قطع للاسف قطع الاتصال ابو محمد يعني الملاحظات كنا حابين نسمعها يا ابو محمد يعني يا ريت يعني اذا كنت تسمعني ترجع تتصل مجددا يعني احنا يعني نستفاد من الجميع الملاحظات كلها ناخذها بعين الاعتبار. شكرا لك يا ابو محمد. معظم مدن محافظات الموصل محافظة نينوى من ضمنها الموصل محافظات صلاح الدين
من ضمنها بيجي وغيرها، التأميم، ديالة، الأنبار بحاجة لتأهيل، بحاجة البنى التحتية تحتاج أن تتأهل من جديد نتيجة المعارك اللي شهدتها. الحكومة عاجزة عن إعمار هذه المحافظات، وراحت سوت لجنة إعمار وشحذت من الدول، وإلى الآن المدن غير معمرة. اللي دي يصير هو فقط عمليات رفع أنقاض، إعمار جزئي لدور المواطنين، وهذا من جهد منظمات مجتمع مدني وجمعيات خيرية مو حكومية. الناس دي تواجه مصاعب كبيرة بسبب الفساد الحكومي، دي يطالبون بدفع الأموال من أجل تنفيذ الأعمال، من أجل صيانة منازلهم، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها كالسابق. الحال الآن أكثر سوءاً، أكثر سوءاً بالمخيمات. ما يقدر اللي قاعد بالمخيم أن يرجع إلى بيته لهواية أسباب، بيته غير صالح للسكن، منطقته مهدمة، ما توصل خدمات، الخيم اللي تؤويهم هذه المخيمات، مجمعات المخيمات أيضا غير مؤهلة، ومدى تتحمل الظروف القاسية اللي يمرون بها، الطقس، إهمال الحكومة الكبير. فالناس جدا متأذية من هذا الموضوع، إذا رجع فهو في مشكلة، وإذا بقى بالمخيم فهو في مشكلة. حلقتنا انتهت مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.